أعزائي المشاهدين في المناظرة اليومية. الولايات المتحدة تبلغ إسرائيل بأن سياستها في الضفة الغربية وتحديدا سياستها الاستيطانية تصعب على واشنطن العمل على توسيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية. يأتي ذلك في وقت تصر فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الولايات المتحدة لا زالت تبذل جهودا للتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. إذن هل حسم نتنياهو أمره وأهدر فرصة للتطبيع بسبب رضوخه لشركائه المتطرفين الذين يفضلون توسيع الاستيطان والتشديد على الفلسطينيين بدل من تطوير العلاقات مع الدول العربية؟ وألا يعتبر الموقف الأمريكي تدخل في الشأن الإسرائيلي الداخلي؟ لنبدأ المناظرة. ضيفي ينضم إلي من واشنطن الأستاذ ماكي شرقاوي المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ ماكي معنا. كما ينضم إلي الباحث والمحلل السياسي دكتور إيدي كوهن. أهلا بكما. ودعوني أن أبدأ معك دكتور إيدي. دكتور إيدي، إذن يعني الموقف الأمريكي يعكس كذبة اليمين بأن لا علاقة للتطبيع بالملف الفلسطيني، ونرى أن القضية الفلسطينية تبقى في صلب أزمات الشرق الأوسط، كيف ترى هذا؟ أول شيء يعني الأمريكان بدهم يعملوا شيء جديد، يريدون ربط القضية الفلسطينية بالتطبيع مع ما بعرف مع السعودية أما مع دول تانية، وهذا مرفوض جملا وتفصيلا. الأمريكان أول شيء نحن نترحم على أيام ترامب الذي عرف كيف يتعامل مع الجميع، وهنا أجد إدارة بايدن الفاشلة التي هربت من أفغانستان التي تهتم بمواضيع مثل المثلية ومثل تبع الأولاد وجنس الأولاد، يعني كل هالمواضيع السخيفة التي نحن في إسرائيل نرفضها، كل واحد يعمل اللي بده. إجا مستر بايدن وبده يقول لنا تعملوا ما تعملوا. يا مستر بايدن، نحن عملنا الاتفاق الإبراهيمي بدون ربط القضية الفلسطينية مع أي دولة عربية، طبعنا مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، والآن تجي بتقلي عمل هيك ولا عمل هيك. هذا يعني هذا يعتبر تدخل أستاذ دكتور إيدي بالشأن الداخلي لإسرائيل، ولكن الولايات المتحدة هي من تقود كل هذه الاتفاقيات. يعني لا، غير صحيح. أول شيء لو سمعنا وزير هلأ إسرائيلي يقول نحن نعارض ونرفض كيفية تعامل شرطة نيويورك مع السود في أمريكا، هل هذا تدخل سافر أم ليس تدخل سافر؟ الأمريكان يعني ضعفوا كثير هذه السنوات ويريدون شوي الهيبة على حسابنا، وهذا مرفوض. هناك جيل في إسرائيل لا يعتبر أمريكا يعني كبيج بوس، نحن حلفاء مع أمريكا، علاقاتنا ممتازة مع أمريكا، نحن نحب أمريكا والشعب الأمريكي، لكن إدارة بايدن وإدارة أوباما الثالثة نعم هذه هي كارثة على الشعب الأمريكي أولاً وعلى الشرق الأوسط ثانية. وصلت الفكرة، ابقى معي لو سمحت أستاذ ماك. بالإضافة إلى ما تفضل به دكتور إيدي، مسؤول إسرائيلي وصف هذا الموقف لي بالابتزاز وبالتدخل في شؤون إسرائيل، أي المصطلحين تفضل؟ هل هو بالفعل ابتزاز أمريكي أو تدخل في شؤون إسرائيل الداخلية برأيك؟ لا، أهلا بك طبعا، وأهلا بضيفك وجمهورك. لا اعتقد ان اي المصطلحين يعني يكونوا في سياق السياسه الامريكيه الخارجيه، بس انا يعني انا بتخيل الدكتور إيدي كوهين يعني من انشغاله في تويتر بياخد معلوماته من تويتر. الامارات لم تطبع مع اسرائيل الا اذا اوقفت اسرائيل الاستيطان، وبالفعل اوقفت اسرائيل الاستيطان لفتره
مررت فيها الاتفاقية مع الإمارات. فاتفاقية الإمارات للتطبيع مع إسرائيل قائمة على القضية الفلسطينية ومش مرتبطة معها ولا على أسس الاتفاق القضية الفلسطينية والحد الأدنى الذي طالب به العرب في المبادرة العربية 2002 في القمة العربية المنعقدة ببيروت، قمة لبنان التي وضعت مبادئ يقف عليها العرب وهي دولتين، دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية والعودة إلى حدود 1967 الرابع من حزيران 1967 وعودة اللاجئين. دي الطلبات التي قدمت من أكثر من عقدين من الزمن لإسرائيل وهي تماطل إلى الآن. ما ينفعش نقول أن اتفاقات إبراهيم لا تلتزم بها إسرائيل بأن تحلحل القضية الفلسطينية. لا، العقبة الآن أمام امتداد اتفاقات إبراهيم الذي توقفت 3 سنوات النهاردة في آخر إجراء كان لإحياء هذه المبادرة، هي أن تحقق إسرائيل تقدم في حلحلة القضية الفلسطينية. والمملكة العربية السعودية كانت واضحة تماما، إذا ما تم تبني المبادرة العربية والدخول فعلا في حل لهذه الأزمة التي استعصت على الزمن أكثر من 74 سنة 75 سنة النهاردة، لن يكون هناك تطبيع مع المملكة العربية السعودية وهي مفتاح تطبيع بقية الدول العربية. ويعلم تقريبا الدكتور إيدي كوهين يعلم الموقف المصري تماما من هذا الموضوع. الموضوع لن يكون هناك سلام. أنا تقابلت معك قبل كده في أكثر من حلقة وقلت لك نحن نريد السلام، لن يتم السلام إلا بحلحلة الموقف في القضية الفلسطينية. وقلت لك لو تفتكر لا تضع الشعب الفلسطيني في موقف الشعب اليائس، لن تستطيع أن تواجه شعب يائس. اللي بيحصل النهاردة في الضفة واللي بيحصل النهاردة في الأراضي الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتأكيد تصعيد سوف يصل بنا إلى الموقف الذي لا نريده جميعا، وهو اشتعال الموقف واشتعال الأزمة وألا نصل إلى حل. إسرائيل تريد أن تأخذ كل ما تستطيع أن تأخذه بدون أن تعطي أي شيء، وهي دي السياسة الصهيونية اللي احنا تعودنا عليها على مدار 7 عقود ونصف الماضية. ولكن أعتقد أن هذه المرة المملكة الولايات المتحدة الأمريكية هي لديها الآن تخوفات سياسية أيضا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. نعم. الآن بدأت الصين تظهر في المنطقة من جديد، زيارة محمود عباس إلى الصين فتحت الكثير من علامات الاستفهام أمام الإدارة الأمريكية. الصين حلحلت الملف الإيراني السعودي ويمكن النهاردة أنها تتدخل لحلحلة الملف الفلسطيني، وده بالتأكيد الذي لا يريده بايدن. يريد أن يكون هناك ليس السيطرة، يكون هناك ريادة للولايات المتحدة الأمريكية لحلحلة قضية السلام في الشرق الأوسط. فلا هي تدخل ولا هي وصاية. وأعتقد أن المثال اللي ذكره دكتور إيدي أن هل تستطيع الصين أن تتدخل في نيويورك وما تفعله مع السود، أمريكا لا تحتاج إلى إسرائيل، ولكن العكس صحيح، إسرائيل تحتاج إلى أمريكا. ولذلك عندما تكون أنت في حاجة لهذا الشريك الحليف الاستراتيجي لابد أن تجعل له موقف يستطيع أن يساعدك. أنت لا تساعد نفسك، أنت تقف أمام كل العالم، العالم كله أجمع أن ما يحدث في سياسة الأبرتايت والفصل العنصري وسياسة استهداف الفلسطينيين وقضم الأراضي وتوسع الاستيطان اللي أدانته الأمم المتحدة وأدانه مجلس الأمن ب 14 دولة في يوم 15/12/2016 أدانت الاستيطان الإسرائيلي. العالم الآن ينظر إليكم أنكم محتلون لا تريدون الدخول حتى أنا بالإضافة إلى الموقف أستاذ ماك بالإضافة إلى موقف الأمريكي أيضا المغرب أيضا المغرب أجل مؤتمر النقب بسبب الاستيطان الذي كان من المتوقع استضافتها الشهر المقبل على الأراضي المغربية. ولكن أستاذ دكتور إيدي نعلم أن إسرائيل تريد التطبيع وتحلم بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية، ولكن هناك من يقول أن هذا سيبقى حلم بعيد للجانب الإسرائيلي طالما بقيت الحكومة على هذه السياسة المتطرفة تجاه الفلسطينيين. أول شيء أنا ما بعرف إذا ضيفك أمريكي أم مصري يتكلم من كونه أمريكي أو مصري. إذا تكلم كونه مصري نحن علاقاتنا ممتازة، أنتم أول من طبعتم، وعلى فكرة شفت الآن أنه دين مصر الخارجي أكثر من 155 مليار دولار
ومصر عاجزة عن دفع الفوائد، يعني الفوائد تبع هذه غير صحيح. عاجزة غير صحيح، مصر لن تتوقف عزلات أي دين. معلش معلوماتك معلوماتك من تويتر. خليني ولكن دكتور اهدي لنعود إلى السعودية إن سمح. نعم أوكي طيب، بس شفت هاي بمجلة اندبندنت البريطانية ببعث لك اياها اذا بتتواصل معي على تويتر. مصر لم تتوقف عن سداد قسط واحد ولو ليوم واحد. معلش انا اسف، انا بقول لك تصريح انا مسؤول عنه. نعم تفضل دكتور. الان اما بالنسبة لامريكا، نعم امريكا تعتقد انه هي اول شيء شوفوا اعتقد انه اسرائيل لازم تتوسط لتعمل سلام بين بايدن وبين ولي عهد السعودي. العلاقات هن اللي بدهم يعملوا بدهم يتوسطوا معنا، علاقاتهم أسوأ من علاقاتنا معهم. هذا أول شيء. السعودية تخلت عن أمريكا، السعودية قالت كل التعهدات وكل شيء ما حيصير بالدولار، السعودية راحت مع روسيا، السعودية راحت مع الصين، السعودية راحت مع إيران، هي التي تعطي الأسلحة لحبيبة بايدن أوكرانيا. يعني الوضع اللي ضيفك وأنا معجب به وبكتاباته وأقرأ ما يكتب وأتابعه، لكن هون غلطان كتير. يعني ما عم بشوف الصورة الكاملة. السعودية هي لا تريدكم، لا تريد أمريكا، وأهانته لما إجا لعندكم. لكن هذا ليس الموضوع. موضوع التطبيع مع السعودية أنا أعتقد لن، يعني بايدن آخر من يمكنه أن يتوسط بيننا وبين السعوديين. نعم هناك مطالب سعودية، لكن اللي سمعناه التسليمات الأخيرة. دكتور يمكن يعني أنت تقول أن يعني يمكن نسب هذا التأخر إلى توتر العلاقات السعودية الأمريكية وليس للمطالب السعودية المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟ جايكي سيدتي. هذا كلامي. أنا شفت وتابعت الإعلام العبري والإسرائيلي وهو ذو مصداقية عالية. حطوا السعوديين ثلاث مطالب: شراء أسلحة من أمريكا، بناء مفاعل نووية سلمية، ومطلب آخر تجاري. ما سمعت ولا شفت أنه في مطلب سعودي يخص القضية الفلسطينية. يعني واكيد تم نشر هذه الاشياء بالانجليزيه، واكيد ضيفك شاف هالشيء. يعني ما في مطلب سعودي. القضيه الفلسطينيه يا سيدي العزيز، ما في رئيس حكومه واحد ان كان من اليسار او اليسار المتطرف او اليمين سيتخلى شبر واحد عن بعد ما اللي نحن شفناه في غزه. كان عندنا تروما، كان عندنا كابوس في غزة أعطيناهم، فكرنا أنه ممكن نعمل سلام معهم، انسحبنا من غزة وتلقينا الصواريخ. يعني أنت بتقلي بدك تعمل 67، يعني الفلسطينيين يأخذوا البازوكا ويمكنهم تفجير الكنيسة الإسرائيلي وهو على بعد بضعة كيلومترات من حدود 67. القضية الفلسطينية ما حدا بيهتم فيها، والقضية الفلسطينية الآن والدولة الفلسطينية اللي أنت عم تدعمها ليست في أجندة أي دولة. إذن كيف تفسر موقف المغرب يعني دكتور إيدي؟ المغرب الذي أعلن أو ألغى منتدى النقب الذي كان من المقرر أن يكون الشهر الحالي أو المقبل. وهل قال المغرب عن السبب؟ بسبب التقارير التي صدرت من هناك، قال بأن هذا يتعلق بسياسة إسرائيل وبالسياسة المتعلقة بالاستيطان بعد القرار الأخير لهذه الحكومة. ما عندي معلومات. يا ريت كمان لو يعني إذا هذا يعني إذا سياسة الحكومة دكتور إيدي لم تضر فقط في جهود التطبيع بين السعودية وإسرائيل، إنما أيضا تضر في العلاقات بين إسرائيل ودول اتفاقيات إبراهيم. شوف، هناك الكثير من الدول يعني تندد وتطلع اليوم مصر والأردن، هذه الدول يعني يتاجرون صار لهم 50 سنة بالقضية الفلسطينية. طب هذه الدول مشكورة لو أخذت المجلس الشعب عندهم أما البرلمان ولغوا الاتفاقات وخلص
طيب دكتور يعني التنديد هالتنديد هذه العنتريات الفارغة امتى بدكم توقفوا تعملوها؟ انت يا مصري بدك توقف العلاقات معنا؟ تفضل الغي الاتفاقيه. وصلت الفكره. اليوم تهديد تهديد تهديد. استاذ ماك يقول دكتور ايدي يعني من لا يريد تطبيع مع اسرائيل يلغي هذه الاتفاقيات. واكثر من هذا نعلم ان الاستيطان موجود منذ 40 عام والولايات المتحده بين داعمه له وغير رافضه. ما الذي تغير هذه المره برايك؟ طب بس انا عايز ارد على حاجه. طبعاً. يعني دكتور ايدي بيقول ان المباحثات الامريكيه السعوديه بتخلو من القضيه الفلسطينيه. يعني هو المفترض ان كل لقاء او كل اتفاق يشمل ختم القضيه الفلسطينيه بالتاكيد هناك علاقات امريكيه سعوديه ups and downs، يعني بتطلع وتنزل، وفي محاوله لامريكا لرأب الصدع والدخول مره اخرى الى يعني شراكات ويعني احلاف قويه في المنطقه. واعتقد ان الزيارات اللي فاتت بتقول الكلام. انت بتفكرني بالنكته اللي بتقال على الاهرام ان اما الساعاتي اسمه كوهين ابنه مات، فقال لك كوهين ينعي ولده ويصلح ساعات، يعني عشان الخمس الكلمات الموجوده في الاعلان يبقى يعني لازم نحط القضيه الفلسطينيه في كل حاجه. يعني لازم احنا بنتكلم مثلا في انشاء مفاعل نووي وسلمي وعليكم ان تدعموا القضيه الفلسطينيه. عايزين نتكلم ان مش هنطور علاقتنا مع الصين ومش هنمضي مع الصين عقود اجله بالايوان الصيني، ولكن عليكم ان تدعموا القضيه الفلسطينيه. انا بعتقد يعني برضو انغماسك في تويتر خلاك برضو محدود بال 241 حرف يا ايدي. صدقني والله بص للصوره نظره اشمل. القضيه الفلسطينيه قضيه محوريه ما بين كل دوله عربيه من 22 دوله الموجوده في المنطقة، وعلى رأسهم بالتأكيد مصر والمملكة العربية السعودية. فلا تهون من هذا الأمر، لأن لن يكون هناك سلام، لن يكون هناك سلام. وقلتها لك قبل كده في أكثر من حلقة، وقلتها لك لا تدعوا الشعب الفلسطيني في موقف الشعب اليائس. أنتم الآن تضعوا الشعب الفلسطيني في مأزق أن يصل إلى الشعب اليائس. وقلت لك أن العمليات مش هتستدعي زي زمان تجهيز وأسلحة، لا، النهاردة في دهس وفي طعن. فلا تستطيع أن تتحكم في الأفراد وتضغط هذا الضغط الغير مبرر أمام العالم كله. النهاردة شوف يا عم يا سيدي، شوف اللي بيحصل في الميديا الأوروبية النهاردة والميديا الأمريكية. عمرك سمعت أن مجلة النيويورك تايمز تنشر في الصفحة الأولى 100 صورة طفل ماتوا في غزة، واحد منهم 2 إسرائيليين و98 فلسطيني؟ عمرك شفتها في الإعلام الأمريكي قبل كده؟ تنبهوا، أنتم فقدتم التعاطف الكامل. أصبح الآن بالتأكيد الكثير يدعم إسرائيل وأمريكا بتدعم إسرائيل. ما الجديد؟ ما الجديد في هذه المرة؟ يعني ما الجديد مع هذه السياسة الحالية لهذه الحكومة؟ يعني لا نرى تغيير كبير فيما يتعلق بالاستيطان. نعم، حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة على أقصى اليمين أضرت بإسرائيل ذاتها. يعني شوفي أنت اللي عندك اللي بيحصل عندك في الشوارع. عمرنا شفنا 700,000 إسرائيلي موجود في مظاهرات ضد بنيامين نتنياهو؟ عمرنا شفنا 300 ضابط من القوات الطيران بيعلنوا يعني العصيان إن لم يقف عند حده بنيامين نتنياهو وأجبروه عن يوقف ويعمل فريزي؟ ونرى أكثر من هذا أن نتنياهو منبوذ دوليا حاليا، حتى أنه لم تتم دعوته إلى البيت الأبيض. لم توجه له دعوة بالتأكيد. ليه؟ لأنه يعلم جيدا أنه لن يستطيع أن يجعل يعني إسرائيل في موقف أفضل في ظل وجود هذه الحكومة، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتخلى عن هذه الحكومة اللي هي الوحيدة التي أعادته مرة أخرى إلى مجلس رئيس منصب رئيس الوزراء اللي بيديله الحماية والحصانة ضد أن هو يخش السجن. يعني الموضوع موضوع شخصي جدا لبنيامين نتنياهو، هو يريد أن يطوع كل ما يحدث من خارجية وداخلية ليحمي نفسه فقط. هو يعلم جيدا أن هذه الحكومة لن تستمر، ويعلم جيدا أن ما قالها إلى أن تنحل هذه الحكومة قريبا جدا وتدخل إسرائيل في الانتخابات السادسة في أقل من 5 سنوات 6 انتخابات. يعني أعتقد أن بالتأكيد هو يضر بالإسرائيليين اللي بيفرجوا عليها النهاردة في الحلقة بتاعتك، بيضر بمصالح الإسرائيليين. ونروح شفنا النهاردة 700,000 من تقريبا 5 و6 مليون، يعني تتكلمي في أكثر من 10% من الإسرائيليين طلعوا في يوم واحد في مظاهرات ضده. هو منبوذ سياسيا، هو غير مرحب به في البيت الأبيض، هو غير مرحب به في الكثير من الدول. بل بالعكس، عمرك سمعتي أن وزارة الخارجية الأمريكية تحط 2 وزراء إسرائيليين على قائمة ممنوعين أنهم ياخدوا الفيزا لأمريكا؟ عمرك سمعتي الكلام ده كان بيحصل قبل كده؟
التطور بيحصل من ايه؟ انت بتعملي امر بيتصعد والامر يتصعد ثم يتم اتخاذ مواقف وفقا لهذا التصعيد. اوقفوا التصعيد، ضعوا حدود لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة اللي هتضر بيكم أكتر ما بتضر بالقضية. إحنا مضرورين بيكم، مضرورين، إحنا بلينا بيكم خلاص، ولكن أنتم كإسرائيليين عليكم أن تتنبهوا أن هذه الحكومة سوف تكون المسمار الأخير في نعش التوقع الكثير من أكثر من فرد وأكثر من مفكر أن خلال 80 سنة من الدولة الإسرائيلية سوف تنهار. احنا بقينا على هذه يعني هذه مش عايز اقول يعني حقيقه، هي تفكير خمس سنين قدامكم، خمس سنين يعني تصلحوا من مواقفكم الا ان تصل اسرائيل مره اخرى او الدوله العبريه مره اخرى الى الزوال. اقرا في التاريخ يا ايدي، وبلاش تقرا في تويتر، تويتر صدقني مش هينفعك. انا انصحك بتويتر مش هينفعك، بيقول لك يقول لك دكتور ايدي استاذ ماك. اول شيء تفضل تفضل، اول شيء بدي اقول له استاذ باك انه عندي تويتر بلو، وهيدي فيك تكتب اكثر من 240 حرف. هذا اول شيء. انا برضو بلو على فكره، انا بلو برضو اكثر من 240 حرف. ثانيا شوف يعني كلامه معقوله كنت اخده على الجديه، لكن اخر جمله اللي قالها يعني نزعت كل شيء، عم تجيب لي خرافات. ده 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 مش انا اللي بقوله، ده المفكرين بيقولوا الكلام ده. اقرا اقرا والله اقرا التنبؤات، التنبؤات الى نهايه الدوله العبريه 85 سنه من القيامة. اعمل الحساب، بص هقول لك حاجه، خش على جوجل واكتب 85 سنه يبقوا كام، هيقول لك الميعاد. هذا تصريح لأهود براك من 5-6 سنين. دوله اسرائيل دوله قويه، عندها جيش قوي. الحمد لله انه هو تصريح من اسرائيلي، يعني تصريح من مسؤول اسرائيلي السنه اللي طلعت. كمان نعم. احنا عندنا كمان نحن عندنا خزعليات وخرافات، يعني في عندنا، وكمان عندنا اخوانا أكيد. كمان عندنا اخوانا. شوف سيدي دكتور ايدي، لا يضر موقف نتنياهو هذه الحكومه بمصالح اسرائيل بالفعل، على الرغم من انها قويه كما تقول وكل هذه الامور، الا يضر بالمصالح الحاليه لدوله اسرائيل؟ خلينا نكون صريحين. نعم. اول شيء يعني في تناقض بكلام ضيفك، نحن ديمقراطية وأنت وراء الكابيتول، هذا الكابيتول مزبوط. نعم ديمقراطية. لا لا أرجوك أرجوك نتوقف عند الجملة دي بعد إذنك. ديمقراطية طب شاور لي عليها، فين الديمقراطية؟ أنت عندكم ديمقراطية اليهود البيض، ديمقراطية اليهود بالأصول الشرقية، ديمقراطية العرب. أي ديمقراطية تتحدث عنها؟ سأتعقب بعد قليل عن الديمقراطية الموجودة في إسرائيل. يكمل دكتور إيدي تفضل. أكثر من 2,200,000 شخص انتخبوا نتنياهو وعنده ائتلاف، وصحيح عنده ائتلاف متشدد، ما فيني أقول متطرف، في يمين متشدد، كله معك مضبوط. لذلك هو يجب المحافظة على هذا الائتلاف، وهو سياسي مخضرم، يعني بيعرف وين أين يؤكل الكتف مثل ما بيقولوا. هناك مشاكل نعم، بس أنت هلأ جبت المشاكل تبع الأزمة الداخلية وخربطتها وعملت سلطة بنكهة فلسطينية، يعني ما في هذه شغلة تانية. الأزمة الداخلية والقضية الفلسطينية شغلة تانية، ما فيك تعمل لي كوكتيل يعني، الله يخليك يا ماك. هذا موضوع تاني، الأزمة الداخلية. نعم هناك تحديات لا أنكر، نعم هناك مشاكل لا أنكر، لكن في عنا توافق بإسرائيل إنه دولة فلسطينية كلا، انسحاب 67 كلا، تنازل عن شبر من أراضي إسرائيل التاريخية أو اللي بدك تقول كلا. هناك ثوابت، هناك إشياء تعلمناها من أخطائنا. لذلك أنا بقول لك ياها، ما خص الشعب الفلسطيني مظلوم، وهو ميؤوس من السلطة الفلسطينية وليس من إسرائيل لعلمك يعني. لذلك ما في، ليس على الأجندة حتى لو كان بايدن أما ترامب، دولة فلسطينية يعملوها برام الله ويأخذوا يعملوا رام الله العاصمة. طيب لكن أريد تعقيب بجملة أخيرة لو سمحت دكتور إيدي، أريد تعقيب من أستاذ ماك، لم يتبقى لي الكثير من الوقت، تفضل أستاذ ماك. برضو ما بتقراش كثير في التاريخ يا إيدي، برضو ما بتقراش، ما تنسى أن جولدا مائير قالت أنا فلسطينية الأصل وعندي جواز سفر فلسطيني قبل ما تنشأ يعني إسرائيل في 1948. أنت برضو بتقول الحدود التاريخية، برضو أخطأت، دائما الحدود التاريخية تتقال على فلسطين، حدود فلسطين التاريخية، أن أنتم موجودين من إمتى؟ موجودين بقالكم 75 سنة بس، لكن التاريخ بيقول أن فلسطين موجودة من قدم الزمن،
يا سيدي العزيز اقرا في التاريخ صدقني، تويتر برضو مش هينفعك. ارجوك اسمع تصريحات الاسرائيليين، اسمع تصريحات الاسرائيليين نفسهم. انتم دخلتم الى هذه الاراضي بمعرفه بريطانيا العظمى اللي هي سبب كل مصايب العالم. بريطانيا من وعد 1917 بيلفور اعطى من لا يستحق، يعني من لا يملك من لا يستحق. فاعتقد ان وجود اسرائيل في ظل وجود بريطانيا ومكنتها من خلال زيادة عدد الإسرائيليين الموجودين وأعطتهم فرصة للأسف لم يتبقى لي الوقت، نكتفي بهذا القدر بجملة. بعد إذنك أكمل لك، بس ما يحدث الآن هو أن إسرائيل تحتل أراضي. للأسف لم يتبقى لي الوقت. المحلل السياسي الأستاذ مجد كيشرقاوي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. والمحلل السياسي دكتور إيدي كوهن، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى ختام هذه المناظرة، إلى اللقاء.